مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. الآن نحن في هذه المنطقة تحديدا أمام مسجد ما يعرف بمسجد فرناج. هذا المسجد الذي يقع في جزيرة فرناج الذي تحدث عنها دائما المسماري المتحدث باسم قوات حفتر بأنهم وصلوا إلى هذه الجزيرة، ولكن الأوضاع طبيعية جدا في هذه المنطقة. هذه المنطقة تتعرض منذ عدة أيام لقصف عنيف بصواريخ متعددة، من صواريخ دبابات، صواريخ أيضا هاون، وأيضا صواريخ جراد تصيب المنازل. هذا الآن أمامي أحد المنازل الذي تعرض لهذا القصف بالأمس، والذي نجا بأعجوبة أطفال هذا المنزل بعد هذا القصف. هناك أيضا إذا كانت الكاميرا ممكن تأتي به، وهو أيضا منزل سقطت عليه قذيفة في اليوم من الماضيين. بنذكر بأن مجزرة أطفال فرناج الذي حدثت منذ مدة هي خلف هذا المسجد تماما. إذا هذه المنطقة أصبحت منطقة مستهدفة من قبل قوات حفتر بالقصف، وهي منطقة مدنية بالكامل وتحتوي على منازل متعددة كما ترون. الآن سوف ندخل إلى هذا البيت لنرى كيف حدث هذا القصف، ونرى أهل هذا البيت كيف نجوا بعجوبة من هذا القصف الذي تعرضوا له أمس في عشية أمس، وهما وأصيب غرفة الأطفال. هذا القصف الذي تعرض له هذا المنزل أدى إلى يعني تدمير كامل في كل زجاج المنزل نظرا لقوة الضرب. هذه هي الأضرار الخارجية في هذا المنزل. ربما نسأل صاحب هذا المنزل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الاسم الكريم عبد الحكيم الفقيه. أهلا وسهلا بك عبد الحكيم. أستاذ عبد الحكيم، لو تحكي لنا فقط على هذا القصف، يعني الساعة قداش كان تحديدا، وقبل ما نخش الداخل وتورينا الغرفة. حوالي ممكن مع العصر، يعني بالتحديد بالضبط ما نعرفش بالضبط، لكن كان في حدود العصر. يعني طبعا كنا احنا موجودين داخل البيت، وزي ما تلاحظوا القذيفة كانت استر فيها ربي انها جت في الزاوية بين السقف وبين العرصة، مما ادى تفجيرها خارج المنزل. يعني هذه اللي كانت فيها السلامة لابنائي او بناتي. يعني الحوش اللي كان في حد الحوش اللي كان في كانوا موجودين طبعا داخل الحجرة اللي هي بناتي الزوز، وزوجتي كانت قريبة من الدار. طبعا لما حدث الانفجار وانا كنت الداخل سمعت الانفجار، وسمعت يعني كان بشده، يعني لدرجه ان الحوش كلها تهز مع بعضها. نوافذ البيت صار لا وصارش فيهم شيء، لان الضربه هنا بمعنى يعني زي ما تقول امتصت الصدمه في الخرسانه اكثر، ما اثرتش على النوافذ يعني الحق. يعني بس كانت القذف صوت القذيفه كان قوي جدا، يعني لدرجه ان خفنا. وبعد لحظه بالضبط نشوف الصغار يعيطوا يقولوا يا بابا قذيفة قذيفة قذيفة، وطلعوا. بصراحة ارتاحت أنا من صراخهم، ارتاحت إن هم يعني طلعوا سالمين. وللأسف يعني كان الشظايا في جزء منها بسيط الداخل، والشظايا كلها طلعت الخارج. يعني الحمد لله نتيجة القذف كان أو التفجير كان خارج المنزل. في الشظايا يعني هل في حد شاف الشظايا وعرفتوا الشظايا هذه؟ هل هي صاروخ هاون او شن تحديدا؟ لا ما زال ما حددناش، بس اللي يعتقد من الشظايا حنوريها لكم في المقطع ان هي شظايا صغيره. يقال طبعا ان هي ناتجه من مدفع، لان تعرفوا انت منطقه فرناج قريبه من مكان الاشتباكات، يعني لدرجه ان حتى في مرات نشوف نركب فوق ونشوف في الدخان اللي يطلع نتيجه الاشتباكات من اعلى المبنى. هل في مناطق عسكرية يعني قريب عليك في مناطق ربما؟ لا أعتقد يعني هو لو جي لمنطقة الفرناجة أول حتى الحي السكني بتاع النازحين موجودين قريبنا، وهنا الجامعة وكلها منطقة سكنية. يعني حتى المعسكر كان بتاع المخابرة السابقة وفاضي، يعني شبه فاضي، يعني وحتشوفوه حتى من فوق إنه ما فيش حتى من أيام إيه ممكن إيه يعني فاضي، ومستخدمينه في أمور يعني للمنطقة زي ما تقول للمناسبات، كلها واخدين جزء منها كبير يعني.
و... طيب نركب احنا نشوف الوضع كيف كان الداخل وبحيث ان احنا نوثق الموضوع. هو نحن الان على هذا في سطح هذا البنزل الذي تم قصفه بالامس. استاذ حكيم يعني المنطقه تعرضت لقصف من قبل، هذا البيت اعتقد انه هو البيت عائله كشيره اللي هم ساكنين فيه طبعا، مزرعه فرناج معروفه، مزرعه فيها ثلاثه بنات وفي القريب يعني المسافه، وحتى هو نفس الشيء اثر على المنزل بتاعي من نتيجه التصدعات يعني في السابق. يعني هذه ثاني حاله وقريبه المسافه يعني ما تتجاوزش ممكن 20 متر وحاجه زي هيك يعني. واضح قدامكم البيت، وهذا البيت الثاني اللي قصف بالامس. تمام، يعني هذا قصف بطيران وشن قصفه بالضبط؟ هذا واضح انه لان في اللحظه اللي قبل ان يقصف سمع صوت طيران، وبعدها بلحظه بالضبط صار القصف، وواضح انها هي من ناتجه من عمليه طيران. تمام، هذه الاضرار يعني المشاهدين الكرام اللي انضر بها المنزل، وكذلك ايضا الغرفه اللي حنمشوا لها الان هي غرفه ابناء السيد عبد الحكيم صاحب هذا المنزل. مشاهدينا الكرام، هذه الغرفه اللي تم قصفها متاع البنات، كان فيها موجود البنات الاستاذ عبد الحكيم. استاذ عبد الحكيم يعني لو تحكي لنا كيف كان الوضع بالضبط، هل كان البنات موجودين والعائله موجودين في البيت، او انه كيف كان بالضبط؟ يعني عندي نصوص بنات، واحدة كبيرة وصغيرة. طبعا كانت الكبيرة واقفة جنب السرير والصغيرة كانت نايمة على السرير هو. وفي لحظة طبعا زي ما حكيت لكم بكري انه صار الانفجار، اضطريت ان امها وانا باش نجبدوها ما عادش قدرت تمشي يعني من المشي، وقاعدة هي حتى لتو صار لها هبوط وقاعدين نديروا لها في كشوفات، وان شاء الله والحمد لله ربك ستر لدرجة انه يعني شوف المسافة بين القذيفة والوجود اللي تشوفوا فيه هذا كله صغاري ما تأتروش بيه بهذاك التأثير، يعني ما كانش فيه عليهم ضرر والحمد لله. يعني حتى كانت نتيجة الانفجار اللي حدث خارج المنزل هي اللي سلمت في الأمور هذه، وكلها طبعا بإذن الله الحمد لله. يعني وانا طبعا حتى في صفحتي الخاصة انا ذكرت ان صغاري طلعوا من الحجرة وبعدين تم الانفجار. والله هذه كانت لان انا عندي اخوتي خارج البلاد، طبعا ما قدرش نقول لهم ان هم موجودين شغله أكثر، اضطريت أن أقولهم صغاري طلعوا باش على الأقل نطمنهم، لأن تعرف أنت شخص لما يكون بعيد يتأثر بالأمور هذه، يعني يقول لك لا هذا كده صارت لهم حاجة. لهذا السبب يعني حتى في صفحتي الخاصة لما نزلت الفيديو أذكرت فيه أن صغاري طلعوا وبعدها صار القذف، لكن للشهادة والله ما كانوا إلا داخل الحجرة وكانوا نايمين وكانوا زوز جنب بعضهم، ولكن سلامة ربي الحمد لله. ونشكر على هذه النعمة أن الحمد لله نجاني من كارثة قد تكون كبيرة جدا يعني. طيب بارك الله فيك سيد عبد الحكيم، ممكن ناخده مع الجار، يعني جار أنت جار سيد عبد الحكيم ولد عم معه ونفس وقت جارة، هل كان في تأثير على بيتك اللي هو الملاصق لبيت سيد عبد الحكيم نتيجة هذا القصف، وكيف كان وضع العائلة خاصة الوالدة؟ يعني كده الكبير في السن دائما يعني يصير له الرهبة من هذه الأمور، هو ارتفاع الضغط ارتفاع السكر من الإدارة. بالتأكيد أنا للعلم أنا حاليا تو كيف رجعت من مركز الإسعاف الطبي، عملت كشوفات وتحاليل للوالدة، صار لها ارتفاع في ضغط الدم أمس، وصلتها شضية في جهة الرقبة الحمد لله ربي سلم. طبعا عمرها هي وين كانت بالضبط في وقت الخصف؟ هي كانت في جنان المنزل، كانت تنشر في الملابس في لما الحمد لله ربي نجاها. يعني هي تحركت من مكان لمكان، المكان كان فيه يعني الشظايا منتشره بشكل غريب، خزان المياه انضرب لحظه، يعني تحركت من مكان لمكان. واحد من الجيران اتصل بي قال لي بسرعه يا منير الحق والدتك والحق ولد عمك، راهو الانفجار عندكم في البيت. والله يعني ما نعرفش انا كيف وصلت للبيت هنا في والحمد لله ربي يسلم، نشكر الله سبحانه وتعالى ما فيش ضرر بشرية والضرر المادية، وربي إن شاء الله يأخذ الحق في الظالم وحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، هذا القصف اللي اصبح يعني بشكل دائم على منطقه فرناج ومناطق المحيطه بها. بالامس ايضا قتل طفلين نتيجه قصف في منطقه عنزاره القريبه من منطقه فرناج. هذه الاوضاع حاولنا احنا ناخذ الحدث يعني من مكانه ومن مكان القصف، وبحيث احنا نوصل الصوره واضحه كما عهدتمونا على شاشه الجزيره مباشر. شكرا لكم للمشاهده.